انت شو عم تقول ستفوز مصر على ساحل العاج؟ ايه عندي احساس الجينات المصريه حتطلع ان شاء الله بكره ان شاء الله. متفائل بشكل كبير ان منتخب مصري راح صلاح بهالبطوله شايفه ببطوله افريقيا. والله صلاح انا يعني اشفق عليه لان الضغط عليه كبير جدا واكيد يعني الضغط بحجم نجوميته. هذا امر مفهوم. اي اللي يعملها في ليفربول صراحه شيء غير خرافي. الناس توقع منا ايضا ان صلاح يكون ايضا بهذا بنفس المستوى ونفس العطاء وان شاء الله بكره ما راح يخذلنا صلاح يعني باذن الله. انه مو صلاح يكون بوقتها عند المتامل منا ان شاء الله. نعم بكره. شو رايك بصلاح؟ ما يعني ما نقدر نقول على لاعب عالمي يعني. اعتقد انه اللي قاعد يسويه مع منتخب بلده او حتى مع ليفربول يعني هو هداف ليفربول الاصلي واعتقد انه يلعب في اقوى دوري اللي هو الدوري الانجليزي يعني هذا يكفي على الكلام. وبكره ان شاء الله اتمنى انه نشوف ابداعاته وانه يفوزون على ساحل العاج والفراعنه قادرين باذن الله. لمين برايك يعني كاس افريقيا مين اكثر فريق مخوف؟ انا بصراحه كاميرون معك جزر القمر كان ممكن يعني لو ما كورونا والحارس ما عنده الحارس والله كان طلعوا برا لكن يعني المباريات القادمه راح تكون كنا خايفين نيجيريا طلعوا التوانسي. شوف انا اعتقد ان شاء الله يعني البطل العربي اليوم بعد ايضا بعد مستوى منتخب المغرب اليوم كشف عن نيابه منتخب قوي جدا. صحيح. وبكره لو المنتخب المصري فاز اذا كانت القرعه ما راح تقابلون يعني هم راح يكونون في قبل النهائي في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. أنا أتوقع أنه لو فاز المنتخب أنا قلت أبو فيصل لو فاز المنتخب المصري بكره هو البطل رغم أني أتمنى المغرب. شكرا لك.